ثم باتريس كارتيرون. ادي الكرة البينية توصل عند علي معلول بيبحث عن العرضية. جول جول عمرو جمال، حاول في الأولى، القائم وقف له، قال لك أجرب شمال خالد وليد، يمكن يمينه تخبط في القائم مرة تانية، يحطها في الشبكة على طول عمرو جمال برأسية، وعلى طول يبيض وش حسام البدري. تبديل أول عمرو جمال بهدف أول للأهلي في هذا اللقاء، وإحنا داخلين على آخر 10 دقايق. هدف يحلي العشر دقايق اللي باقيين، يفتح اللقاء شوية. خلاص وادي دجلة مش هيلعب دفاع، متأخر بهدف بعد هدف عمرو جمال، أول هدف ليه في الدوري. هدف يفرق بقى، يفرق نفسيا مع عمرو جمال اللي خطف الكورة على طول، يعني بيفكرني بهدف عماد متعب في نفس الملعب في نفس المرمى أمام الإنتاج الحربي في الموسم الماضي، كان هدف